ولأستاذنا العزيز الدكتور غازي فيصل. حقيقة هو شيء طبيعي أن تكون في الانتخابات فائز وخاسر، رابح وخارج المعادلة السياسية، هذا الشيء طبيعي، لكن تبقى إدامة الحياة السياسية وإدامة العمل في الشأن العام له مجالات ومديات متعددة، لا تنحصر فقط في مجال البرلمان، وإن كان الوجود البرلماني هو المعيار الأساسي أو الرئيسي في إيجاد توازن سياسي أو تصحيح المعادلة أو المسار للسلطة في هذا البلد. مع شديد الأسف إحنا لازلنا نعاني من غياب غياب الثقة لدى شريحة واسعة بالعملية الانتخابية. كتلة المقاطعة في انتخابات 2021 كانت كسابقتها في عام 2018، المقاطعة كانت كبيرة جدا، وأنا موضوعي وواقعي جدا في هذه المسألة. أنا أتحدث عن نسبة كانت احتمالية كبيرة أن تشارك في الانتخابات، يعني ليست هنالك انتخابات نسبة مشاركة بها 100%، وإنما أتحدث عن النسبة المعقولة اللي هي تتراوح من 50 إلى 60%. هذه النسبة كان ما يقارب ثلثيها غائب، وهؤلاء غيابهم شكل فد مفارقة كبيرة في مجال أو في مسار تصحيح المعادلة السياسية في الواقع العراقي.